السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايب قلبي، أهلا بكم من مطبخي، مطبخ غدا شوقي. النهاردة إن شاء الله احنا عملنا مع بعض صينية البطاطا. صينية البطاطا في الفرن، وحطينا عليها الحليب وجوز الهند والزبيب والزبدة وحتة القشطة والسكر، يعني فيها مجموعة حاجات كده حلوة قوي قوي، عاملة ميكس حلو قوي وريحتها روعة روعة. إن شاء الله بإذن الله طبعا لآخر الفيديو عشان نتعرف على الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا كل متابعيني، أهلا بكم مطبخي، مطبخ غدا شوقي. نبدأ بالصلاة على حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض بطاطا، نعمل صينية بطاطا. إن شاء الله بإذن الله تبقى جميلة وتعجبكم إن شاء الله، ويبقى نوع حلو يعني مختلف شوية عن أنواع الحلويات التانية. موسم البطاطا دلوقتي، وهي على فكرة فيها فيتامينات عالية جدا جدا بالنسبة للأطفال كمان بالأكتر، وأما بتتشوي بتبقى حلوة قوي، ولما بتتسلق بتبقى أجمل. بس احنا عايزين بقى يعني ايه نعمل، نحط التاتش بتاعنا بقى، نعمل حاجة يعني ايه مش معتادين عليها، يعني مش زي اللي احنا بنعمله كل يوم. طبعا البطاطا بتاعتنا انا لسه ما غسلتهاش ولا لسه عملت فيها حاجة، انا بنقعها في ميه، وعندي فرشه عامله الخضار بغسل بيها البطاطا، وبعد كده بقشرها. لو مش عاملها صينيه، بعد ما بغسلها بحطها في الفرن. انما احنا عشان هنقشرها بس هغسلها الاول، تمام. معانا المكونات اللي بتتعمل بيها صينيه البطاطا. معانا حليب سخن، كميه على قد ما تاخد بقى، انا هعمل صينيه متوسطه يعني كتير. معايا كوباية سكر برضو، هشوف هاخد منها قد ايه. معايا شوية جوز هند، شوية زبيب، معايا معلقة زبدة بلدي، معايا معلقة قشطة، شوية فانيليا. طبعا انا مش قايلة مقادير بالظبط، لان هي بتبقى على حسب ما انتي هتعملي، على حسب الكمية بتاعتك، وانتي يعني ايه ايدك معيارك، يعني ايدك تعرف انتي هتعملي قد ايه، هتحطي له قد ايه، تمام كده. هنروح بقى اغسل البطاطا واقشرها وارجع لكم عشان ننفذ الوصفة بتاعتنا مع بعض. رجعت معاك حبايب قلبي. انا غسلت البطاطا وقشرتها وقطعتها كده بالشكل ده، كده زي صينية البطاطس، اكننا مقطعين بطاطس هنعملها صينية بالشكل ده كده. معانا كوباية سكر، هنحط على قد الحلو يعني اللي احنا نحبه، يعني الطعم اللي احنا نحبه. انا بالنسبة لي يعني كده كوباية السكر حلوة قوي على الكمية اللي انا هعملها. انا مش هحط دلوقتي ولا جوز الهند ولا الزبيب. هعمل ايه؟ هحط معلقة الزبدة، تمام، وهحط الحليب بتاعي. هحطهم على النار من فوق لمدة ربع ساعة يعني تغلي كده، وناخد بالنا بقى عشان خاطر هي هتفور وكلام من دوت. هنحطها على النار من فوق لمدة ربع ساعة، وبعد كده هنحط جوز الهند والزبيب وحتة قشطة وندخلها على الفرن مباشرة. هنحط بقى معانا كده ربع معلقة فانيليا، دي بقى عشان ايه تدي بقى ريحة وطعم حلوين كده مع الزبدة مع جوز الهند، هتدي طعم حلو قوي. ان شاء الله باذن الله هنتابع مع بعض. اول ما تخش على السوا نكون مشغلين الفرن مسخنينه على درجه حراره عاليه، هندخلها الفرن مع بعض. دلوقتي حبايب قلبي انا حطيت جوز الهند والزبيب، معلش انا اسفه نسيت ان انا اوريهولكم. هناخد بقى معانا القشطه هنحطها على الوش كده، معلش بقى الشغل بايد واحده وحشه، وحش الشغل بايد واحده بس كده. ان شاء الله بقى كده هندخلها الفرن تاخد بقى لون حلو كده من فوق، وهي شربة اللبن اهو اللي كان فيها اللي احنا حطيناه لها، يعني فاضل حاجات بسيطة يعني، برضو مش عايزينها تنشف قوي، عايزينها برضو تبقى ايه فيها شوية صوص كده، يعني اللبن هيركز فيها، هيبقى اكنك حاطط اكننا حاطين لبن مكثف يعني، تمام. هنحطها في الفرن ونشوفها بعد ما تطلع. ورجعت معاك حبايب قلبي. صينية البطاطا بتاعتنا خلاص خلصت اهي،
مش قادرة اقول لكم ريحتها عاملة ازاي، وطعمها طبعا انا مش اول مرة اعملها، فعارفة ان طعمها جميل جدا جدا جدا. بإذن الله تجربوها تعجبكم ان شاء الله. نغرف بقى كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. يا طبعا كل ما هتبرد كل ما هتكون احسن. هي طبعا الحليب بتاعها اتكثف، مش محتاجة أي حاجة خالص خالص نهائي، يعني ولا محتاجة جرنشة ولا محتاجة أي حاجة. هي بصراحة روعة روعة روعة. ادي طبق البطاطا بتاعنا. بطاطا في الفرن ان شاء الله باذن الله تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. راح اخبركم حاجه كده بقى ايه فاخر من الاخر. زي ما حضراتكم شايفين هي شربت دلوقتي الحليب بتاعها متكثف بقى معاها، واللي نازل ده جزء من الحليب اللي انا كنت حاطاه لها. ان شاء الله تجربوه وتعجبكم ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله يا ريت لو عجبتكم صينية البطاطا في الفرن ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب، ويا ريت دعوة حلوة من القلب. اشوفكم على خير في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.